الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. اما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب كيفيه السلام، قال: وعن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، رواه مسلم. هذا الحديث فيه كيفية سلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء من الليل، وإذا كان في المكان أناس بين اليقظة، يعني كان هناك أناس في هذا المكان يعني في حال اليقظة ومنهم في حال المنام، فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل؟ كان يسلم تسليما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان، فيعطي النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي حق حقه، فالنائم يعطيه حقه بحيث لا يزعجه، ويعطي اليقظان حقه بأن يسمعه السلام، فيسمعه سلاما لا يوقظ النائم. وهذا من مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم للأحوال وإعطائه لكل ذي حق حقه. قال: وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيديه بالتسليم، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال النووي رحمه الله: وهذا يعني هذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده أن في رواية أبي داود: فسلم علينا. هذا الحديث فيه فوائد، أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على النساء، والسلام على النساء جائز، ولكن بشرط. الشرط الأول: ألا يكون هناك ريبة، فإن كانت هناك ريبة لا يجوز السلام والحالة هذه. فالحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد في العام، الكل يسمع والكل يرى، فلم تكن هناك ريبة، والنبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الريبة، فإذا لم يكن هناك ريبة جاز السلام على النساء. والشرط الثاني: ألا تكون هذه، ألا يكون السلام على النساء فيه فتنة، كألا يكون كأن تكون هذه النسوة من الشابات التي يفتتن بها، فإنه في مثل هذه الحالة لا يسلم عليهن خشية الفتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الريبة وأبعد الناس عن الفتنة، فسلم على النساء وهم قعود، سلم عليهم وهم قعود. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: جواز الإشارة باليد حال السلام، جواز الإشارة باليد حال السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار عليهن وسلم عليهن، فهذا الحديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم أشار بيده، ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة، بل سلم عليهن باللفظ وأشار إليهن باليد كما دلت عليه رواية أبي داود. وذلك لأن الإشارة باليد فقط من دون التلفظ بالسلام لا يحصل بها مقصود السلام، وهذا يقع فيه اليوم كثير من الناس، تجده يشير بيده ولا يتلفظ بلسانه، فهنا لم يحصل السلام ولم يحصل المقصود. فإذا أردت الإشارة للتنبيه، لأن المراد بالإشارة باليد التنبيه أنك سلمت عليه، المراد أنك تشير إليه أنك سلمت وتلفظت بلسانك حتى هو يرد السلام. وهنا أيضا ننبه على مسألتين: المسألة الأولى وهي ما يفعله الناس الآن بدلا عن التحية كما يفعلون بالسيارات، يضربون الأبواق، فهذا يضرب بوق السيارة والثاني يضرب بوق السيارة إشارة إليهم بالتحية ولا يسلمون، وهذا واقع كما نشاهد. أما إذا ضرب البوق وسلم من أجل أن ينتبه له الرجل فهذا لا بأس، أما أن يضرب البوق والثاني يضرب البوق من باب التحية لبعضهم
هذا لا يحصل به مقصود السلام ولا يحصل به مقصود التحية. المسألة الثانية ما يفعله بعض الناس إذا دخل في المجلس قال السلام نظر وأشار بيده السلام نظر، هذا لا يحصل بمقصود السلام، لا بد أن يتلفظ بالسلام ثم له أن يقول السلام نظر. يعني مثلا لو دخل قال السلام عليكم السلام نظر حتى ما يقوم أحد ما في بس، لكن أن يدخل ويقول السلام نظر ثم يجلس لم يسلم، لا بد أن يتلفظ بالسلام أولا، يقول السلام عليكم، وإذا زاد قال ورحمة الله وبركاته فهذا أفضل، ثم قال السلام نظر ثم جلس، فإن هذا لا بأس به. ويرى بعض أهل العلم أن هذا هو الموافق للسنة أنه يسلم ثم يجلس. ثم قالوا عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، رواه أبو داود بإسناد جيد ورواه الترمذي بنحوه وقال حديث حسن. قال وقد ذكر بعده. وهذا الحديث فيه فضيلة من بدأ بالسلام أنه أولى بالله، وفي رواية أولى بالله وبرسوله، أي أنه أقرب إلى الله وأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب مسارعته للخير ومبادرته بالطاعة. قال وعن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله، قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى، رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح وقد سبق بطوله. مر علينا هذا الحديث ومر علينا الكلام على معناه، ولا بأس أن نذكر معناه بشكل مختصر، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابي أن يقول عليك السلام يا رسول الله، لأن هذا خلاف ما جاءت به السنة. السنة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما تبدأ تقول عليك السلام فإن هذا لم ترد به السنة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تحية الموتى، أي أنهم كانوا في الجاهلية يحيون الموتى بهذه الصفة، كما يقول شاعرهم عليك السلام قيس بن عامري، فكانوا يقولون الموتى عليك السلام يا فلان عليك السلام يا فلان، فقال فإنها تحية الموتى. فإذا السنة أن تبدأ تقول السلام عليكم ثم الذي يسلم عليه يقول عليك السلام، أما أن يبتدأ بعليك السلام فقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها تحية الموتى وهي تحية أهل الجاهلية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.